بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا في صلاة التراويح إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه بشارة من الله عز وجل لعباده المؤمنين أنهم إذا نصروا الله تعالى، أي نصروا دينه، وذلك بتمسكهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينصركم أي على أعدائكم، ويثبت أقدامكم أي يمكنكم، أي أنه يمكنهم سبحانه وتعالى في الأرض. وقد قال الله تعالى في بيان أسباب التمكين في الأرض: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فذكر سبحانه وتعالى من أسباب التمكين أولاً أنهم يقيمون الصلاة، ولم يقل يصلون، بل قال أقاموا الصلاة، أي أتوا بها قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. وآتوا الزكاة، أي أعطوا الزكاة لمستحقها. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر كل ما أنكره الشرع ونهى عنه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما فضل الله تعالى به هذه الأمة على غيرها من الأمم. فقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبين سبحانه وتعالى أن من أسباب خيرية هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الأصل أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقال: ولتكن منكم أمة، ومن هنا للتبعيض، وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وليس فرض عين. قال أهل العلم: ويكون الأمر بالمعروف والنهي ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فرض عين في مسائل أربع. المسألة الأولى: إذا كان مولاً من قبل السلطان فإنه يجب عليه أن يأمر وأن ينهى، لأنه يقوم بواجب ديني ووظيفة دينية. المسألة الثانية: إذا لم يرى المنكر أحد غيره فيجب عليه أن يأمر وأن ينهى. المسألة الثالثة: إذا لم يستطع أن يغير المنكر أحد غيره فيجب عليه أن يأمر وأن ينهى. المسألة الرابعة: الإنكار القلبي، وهذا لا عذر فيه لأحد، لا عذر لأحد في أن ينكر بقلبه، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يجالس أهل المنكر وأن يجلس معهم. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
هذه أربع مسائل أيها الإخوة، يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين. المسألة الأولى: إذا كان مولاً من قبل السلطان لأنه يقوم بواجب وظيفي. وثانياً: إذا لم يرى المنكر أحد غيره. وثالثاً: إذا لم يستطع أن يغير المنكر أحد غيره. ورابعاً: الإنكار القلبي. يقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية بعضاً من أسباب التمكين في الأرض والثبات. وقد ذكر الله عز وجل أسباباً أخرى للتمكين في الأرض والطمأنينة والأمن والأمان، فمن ذلك وهو من أعظمها تحقيق التوحيد. فإن تحقيق التوحيد من أعظم أسباب تحقيق الأمن. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أسباب التمكين وحصول الأمن أيضا إقامة شعائر الله تعالى من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها. من أسباب التمكين في الأرض والأمن والأمان الرجوع إلى العلماء الراسخين عند التنازع. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك أيضا من أسباب التمكين في الأرض والأمن والأمان الالتفاف حول ولاة الأمر، أن يلتف الناس حول ولاة أمرهم وأن يسمعوا لهم وأن يطيعوهم، لأن السمع والطاعة لولاة الأمر من أسباب استتباب الأمن وتحقيقه والتمكين في الأرض. والأمن أيها الإخوة نعمة كبرى ومنة عظمى لا يعرف قدرها إلا من اكتوى بنار فقدها. ولهذا انظر إلى ما حولك من البلاد التي اختل فيها الأمن، تجد فيها القتل وتجد فيها النزاع وتجد فيها الشقاق، مما كان سبباً لانعدام الأمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالأمن به يتمكن الإنسان من إقامة شعائر الله، يتمكن الإنسان من إقامة دين الله، يتمكن الإنسان من أن يكتسب المال وأن يبيع وأن يشتري وأن يذهب وأن يجيء، لأنه إذا انعدم الأمن انعدم كل شيء. فكل أمر من أمور الدين والدنيا لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود الأمن. والأمن كما سبق لا يمكن أن يوجد وأن يقوم إلا بوجود أسبابه ومقوماته، ومن أعظمها تحقيق التوحيد وإقامة شعائر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يديم أمننا وأماننا وأن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.